اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 92173، الخط الارضي على 0900936. النهارده الحلقه مخصصه عندنا للجلاش. الجلاش من الحاجات اللطيفه جدا اللي بتقبل اي اضافات، الاضافات دي تكون حادقه تكون حلوه، بيتشكل بمليون طريقه، ممكن يتخبز في الفرن، ممكن يتقلي في الزيت، ممكن ينزل بعد كده لو هو حلو فيه شربات، ممكن ياخد سكر بودرة، ممكن يتعمل سادة، ممكن يتعمل محشي، يعني استخداماته كتير جدا. من أهم استخداماته بالنسبة لي أنا في حدود اللي دايما بنهتم فيه في البرنامج، أنه سريع جدا، وأنه بيبقى يعني وأنا راجعة من السوبر ماركت أجيبه لحد ما أوصل البيت بيكون فك أشتغل بيه على طول. وكمان وجوده في الفريزر بيبقى مهم جدا. الحاجة الأخيرة أنه من الحاجات اللي بتتشال في الفريزر معمولة، يعني أقدر أعمل كل الصواني اللي احنا هنعملها النهاردة، او هتغيروا الحشوات زي ما انتم عايزين، وهنقول طبعا الافكار واحنا شغالين، وتشيلوه في الفريزر وتطلعوه يفك نص فكه وتدخلوه الفرن، فانتوا هتشيلوه قبل مرحله الفرن. بيبقى ممتاز. كمان الجلاش من الحاجات اللي ممكن تطلع كريسبي، ممكن تطلع طريه زي الفطير، وممكن تطلع في النص، وبرده كل ده هنتكلم عليه وقت التسويه. فهنعمل النهارده ثلاث انواع من صواني الجلاش مع ثلاث حشوات مختلفه. اول حاجه هنبدا بيها هي جلاش الفراخ. علشان نعمل جلاش الفراخ محتاجين لفة من الجلاش من أي نوع أنتوا بتستخدموه، بصل مبشور ناعم، صدور فراخ متقطعة مكعبات صغيرة جدا، زيت، زبدة، مشروم شرايح، كرات مفروم، كرفس مفروم، جبنة شادر وجبنة موتزاريلا مبشورين، ملح وفلفل، جوزة الطيب، قرفة، جزر مبشور. خلاص، اول حاجه هعملها هحط فيه الووك، معلقه من الزيت، هنزل في معلقه الزيت دي، بسم الله الرحمن الرحيم، بصل مبشور، كرفس، كرات، جزر، مشروم، جوزة الطيب، قرفة، ملح، فلفل اسود. هقلب دول وبعدين هنزل عليهم الفراخ. يا مريم. الو مريم، ازيك؟ ازيك يا امينه؟ الحمد لله حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله جوزي. كله تمام الحمد لله حبيبتي. امور يا مريم؟ سيبي لي رقمك في الكنترول يا مريم، وهم هيوصلونا ببعض. شكرا يا مريم. يا دوبك الخضار كده هو سخن ودبل، هقوم جايباه على جنب كده ومنزله الفراخ عشان ابتدي بعد كده ايه ادخل كله في بعضه، بس الفراخ تكون كمان اخدت حراره كويسه. في الكسروله هحط نص زيت ونص زبده او سمنه، زبده بس، سمنه بس، زيت بس، كله هينفع. فادي الزيت وادي الزبده يا مريم. معلش كلميني تاني يا مريم. بصوا انا هزود هنا الزبده التانيه علشان ده اللي انا هعمل بيه الثلاث صواني بتوع الايه؟ الجلاش. واللي بيتفضل انا برجع تاني احطه في برطمان وارجع طبعا استخدمه لبقيه الاكلات عادي خالص، ما بيتهدرش يعني. طيب الجلاش اهم حاجه فيه انه يفضل لاخر وقت متكيس لانه بينشف بسرعه جدا. انا زي ما انتوا عارفين التكنيك اللي بنشتغل بيه ما بهدرش من الجلاش خالص، لكن اذا انتوا هتعملوا حاجه في صينيه مثلا اصغر من الجلاش او هتشكلوه حاجه معينه وهيتفضل بتسيبوه بعد كده ممكن تعملوه صنف حلو او تعملوه ام علي. ازاي؟ هتحمصوا الجلاش وبعدين تحطوا عليه الخليط بتاع الام علي، او هتحمصوه
وتحطوا عليه سكر بودرة وقرفة. ندخل بقى كده خلاص المقدار كله مع بعضه لأن الحرارة ظبطت. الفراخ لازم تكون مستوية على الأقل 3 أرباع سوا، يعني يا سوا كامل يا 3 أرباع سوا. ليه؟ علشان وقت سوا الجلاش مش هيكفي لسوا الفراخ ولا اللحمة ولا السيفود. فالجلاش والرقاق زيهم زي البيتزا، لازم ياخدوا لحوم أو حشوة عامة تكون مستوية. بنعمل ايه بقى؟ خلاص احنا هنا سخنا، انا مش عايزه الزبده تهدح ولا تغير لونها، يا دوبك تسيح مع الزيت علشان اقدر افردها في الصينيه اللي هعمل او البايركس اللي هعمل فيه الجلاش. انا بستخدم ليه فرشه؟ لانها بتقلل كميه الدهون اللي انا هستخدمها مع الجلاش، لاني هدهن ما بين كل طبقه وطبقه او ورقه وورقه من ورق الجلاش. فبفضل دايما ان انا استخدم الفرشه لانها بتحط لي كميه قليله قوي، بس بتفرق جدا في الطعم في التسويه وفي اللون، وكمان بتفرق في انكم ما تلاقوش الجلاش مكتوم، تلاقوا الجلاش نافش كده، كل الطبقات بتاعته نافشة. الفراخ أخدت نص سوا، هحط لها دلوقتي جبنة تشادر، جبنة موتزاريلا، وحسيب شوية يمكن نحطهم مع الحشوة، يمكن نحطهم على الوش، ما نحطش خالص مش مشكلة أهو. وحسيب بقى إيه تقلبتين وارفع قبل ما الجبنة تتحرق. هو انتوا معاكم تليفون؟ انا ما خدتش بالي انتوا فتحتوا وقفلتوا، بس انا ما سمعتش انتوا قلتوا ايه بصراحه. يا مدام سهام. مدام اميره، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، اتفضلي. انا كنت بسال، بس كنت شايفاكي لابسه جوانتي لحد الكوع لونه احمر، فانا دورت على الجوانتي. بتاع الحراره. ما اعرفش هو بتاع ايه، بس بتاع الفرن. ايوه اللي هو الطويل. ايوه الحراري. حضرتك جايباه منين؟ تقدري تقولي لي ولا؟ مش هقدر اقول لحضرتك، لكن تقدري حضرتك تخشي على الانستجرام، ابعتي لي رساله. الانستجرام بتاعي اسمه اميره شنب بالانجليزي. هقدر ارد على حضرتك، انا اسفه جدا مش هقدر ارد على الهوا. اشكرك. بس هما موجودين يعني للمعلومه العامه، يعني هما موجودين في كل المحلات بتاعه ادوات المطبخ او الهايبر ماركتس، لكن لو ده بالتحديد بس حضرتك ابعتي لي رساله. اهو بصوا كده، وبعدين هحط بقى هنا تحت واحده متطبقه علشان تستحمل معايا الحشوه، وهقوم منزله عليها الحشوه هنا اهي، وافردها كويس جدا، وبعدين هبتدي اقفل عليها. وشفتوا طبعا التكنيك بتاع فرد الورق، علشان ده مهم جدا علشان ما هتضرش، وعشان اسهل واسرع، وعلشان ما فيش اي حشوه تطلع بره وتتلسع من البايركس. اوكي يا مريم، وبعدين نلم كل الاطراف. مريم. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. امور يا مريم، اتفضلي. عايزه اعرف مقادير الدونت. حاضر، استاذنكم يا هبه تنزلوا لنا مقادير الدونتس. مسحه بقى من الزب، شكرا، من الزبده والزيت كده اهو، بصوا، وادخل الفرن. عايزين تقطعوها قطعوها، عايزين تدوها في نص مده السوى كوباية صغيرة من اللبن مضروب فيها بيضاية واحدة مع ملح وفلفل علشان تطلع طرية، اوكي. عايزين تعملوها ناشفة كده او يعني كريسبي، ولما تطلع تغطوها فيبقى عندكم نص نص، لا هي كريسبي قوي ولا هي طرية زيادة عن اللزوم زي الفطير، برضو ماشي. ده هيتحدد حسب التكنيك اللي هتسووا بيه. شكرا. الدونتس معاكم على الهوا، للي طلبها يصورها. ندخل بقى هنا الجلاش. يا جماعه مش عجينه نيه، الجلاش زيه زي الرقاق، عجينه مستويه. كل اللي مطلوب منها دلوقتي انها تاخد اللون وتديني القرمشه، مش اكتر من كده. فما بتاخدش وقت في الفرن خالص، يمكن من تلت ساعه
لنص ساعة في الأفران بتاعة البيت، يمكن أنا عندي هنا تاخد من 10 دقايق لربع ساعة، لأن الأفران بتاعتنا طبعا أقوى وأسرع كتير، وده اللي بيعمل شوية من اللخبطة بيننا وبين الناس في البيوت، إنه أميرة أنت حطيتيها مدة أقل كتير من اللي أنت قلتي عليه. أولا لأنه أنا حتى لو هي مش مستوية قوي زي ما بعض الناس بتتضايق من الموضوع ده، انه الاكل ما لحقش يستوي، طب ادي الاكل وقته، انا عندي وقت محدد جدا اشتغل فيه. الطريقه مظبوطه، المقادير مظبوطه، التكنيك مظبوط، النصايح مظبوطه، انتوا الوقت عندكم اطول. الحاجه الثانيه انه لا، ساعات بتبقى فعلا الحاجه استوت في مده قليله جدا، لان احنا الحاجات عندنا زي المطاعم، انت بتخشي في خلال ربع ساعه تلت ساعه بيكون الطبق نازل، لان التحضيرات معموله، ولان الاجهزه اللي هم بيشتغلوا بيها زي الاجهزه اللي عندنا او عندنا تحت في المطبخ التحضيري قويه جدا، فبتنجز في الوقت جامد قوي. فما تقارنوش بين ده وبين ده، خدوا المعلومات اللي احنا بنقولها يعني بدقة، والنصايح والمقادير بدقة، والموضوع هتطلع عندكم في البيت أحسن ما بتطلع عندنا، مفيش مشكلة خالص. وقتكم إيه؟ طيب يلا هنطلع فاصل ونرجع، لسه عندنا نوعين من الجلاش، استنونا. اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفرة، معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 92173، الخط الارضي على 0900936. النهارده الحلقه مخصصه عندنا للجلاش. الجلاش من الحاجات اللطيفه جدا اللي بتقبل اي اضافات، الاضافات دي تكون حادقه، تكون حلوه، بيتشكل بمليون طريقه، ممكن يتخبز في الفرن، ممكن يتقلي في الزيت، ممكن ينزل بعد كده لو هو حلو في شربات، ممكن ياخد سكر بودرة، ممكن يتعمل سادة، ممكن يتعمل محشي، يعني استخداماته كتير جدا. من أهم استخداماته بالنسبة لي أنا في حدود اللي دايما بنهتم فيه في البرنامج، أنه سريع جدا، وأنه بيبقى يعني وأنا راجعة من السوبر ماركت أجيبه لحد ما أوصل البيت بيكون فك أشتغل بيه على طول، وكمان وجوده في الفريزر بيبقى مهم جدا. الحاجة الأخيرة أنه من الحاجات اللي بتتشال في الفريزر معمولة، يعني أقدر أعمل كل الصواني اللي احنا هنعملها النهاردة، او هتغيروا الحشوات زي ما انتم عايزين، وهنقول طبعا الافكار واحنا شغالين، وتشيلوه في الفريزر وتطلعوه يفك نص فكه وتدخلوه الفرن، فانتوا هتشيلوه قبل مرحله الفرن، بيبقى ممتاز. كمان الجلاش من الحاجات اللي ممكن تطلع كريسبي، ممكن تطلع طريه زي الفطير، وممكن تطلع في النص، وبرده كل ده هنتكلم عليه وقت التسويه. فهنعمل النهارده ثلاث انواع من صواني الجلاش مع ثلاث حشوات مختلفه. اول حاجه هنبدا بيها هي جلاش الفراخ. علشان نعمل جلاش الفراخ محتاجين لفة من الجلاش من أي نوع أنتوا بتستخدموه، بصل مبشور ناعم، صدور فراخ متقطعة مكعبات صغيرة جدا، زيت، زبدة، مشروم شرايح، كرات مفروم، كرفس مفروم، جبنة شادر وجبنة موتزاريلا مبشورين، ملح وفلفل، جوزة الطيب، قرفة، جزر مبشور. خلاص، اول حاجة هعملها هحط فيه الووك، معلقة من الزيت، هنزل في معلقة الزيت دي، بسم الله الرحمن الرحيم، بصل مبشور، كرفس، كرات، جزر، مشروم، جوزة الطيب، قرفة، ملح، فلفل اسود، هقلب دول وبعدين هنزل عليهم الفراخ. يا مريم. الو مريم، ازيك؟ ازيكي يا امينه؟ الحمد لله حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله جوزي كله تمام. الحمد لله حبيبتي، امور يا مريم. يا سمحتي، هو انا ينفع اخد رقم حضرتك؟
سيبي لي رقمك في الكنترول يا مريم وهم هيوصلونا ببعض. شكرا يا مريم. يا دوبك الخضار كده هو سخن ودبل، هقوم جايباه على جنب كده ومنزله الفراخ عشان ابتدي بعد كده ايه ادخل كله في بعضه، بس الفراخ تكون كمان اخدت حراره كويسه. في الكسرولة هحط نص زيت ونص زبدة أو سمنة، زبدة بس، سمنة بس، زيت بس، كله هينفع. فآدي الزيت وآدي الزبدة يا مريم. معلش كلميني تاني يا مريم. بصوا أنا هزود هنا الزبدة التانية علشان ده اللي أنا هعمل بيه الثلاث صواني بتوع الإيه؟ الجلاش. واللي بيتفضل انا برجع تاني احطه في برطمان وارجع طبعا استخدمه لبقيه الاكلات عادي خالص، ما بيتهدرش يعني. طيب الجلاش اهم حاجه فيه انه يفضل لاخر وقت متكيس لانه بينشف بسرعه جدا. انا زي ما انتوا عارفين التكنيك اللي بنشتغل بيه ما بهدرش من الجلاش خالص، لكن اذا انتوا هتعملوا حاجه في صينيه مثلا اصغر من الجلاش او هتشكلوه حاجه معينه وهيتفضل بتسيبوه بعد كده ممكن تعملوه صنف حلو او تعملوه ام علي. ازاي؟ هتحمصوا الجلاش وبعدين تحطوا عليه الخليط بتاع ام علي، او هتحمصوه وتحطوا عليه سكر بودره وقرفه. ندخل بقى كده خلاص المقدار كله مع بعضه لان الحراره ظبطت. الفراخ لازم تكون مستويه على الاقل 3 ارباع سوا، يعني يا سوا كامل يا 3 ارباع سوا. ليه؟ علشان وقت سوا الجلاش مش هيكفي لسوا الفراخ ولا اللحمه ولا السي فود. فالجلاش والرقاق زيهم زي البيتزا، لازم ياخدوا لحوم او حشوه عامه تكون مستويه. بنعمل ايه بقى؟ خلاص احنا هنا سخنا، انا مش عايزه الزبده تقدح ولا تغير لونها، يا دوبك تسيح مع الزيت علشان اقدر افردها في الصينيه اللي هعمل او البايركس اللي هعمل فيه الجلاش. انا بستخدم ليه فرشه؟ لانها بتقلل كميه الدهون اللي انا هستخدمها مع الجلاش، لاني هدهن ما بين كل طبقه وطبقه او ورقه وورقه من ورق الجلاش، فبفضل دايما ان انا استخدم الفرشه لانها بتحط لي كميه قليله قوي، بس بتفرق جدا في الطعم في التسوية وفي اللون، وكمان بتفرق في انكم ما تلاقوش الجلاش مكتوم، تلاقوا الجلاش نافش كده كل الطبقات بتاعته نافشة. الفراخ اخدت نص سوا، هحط لها دلوقتي جبنة تشادر، جبنة موتزاريلا، وهسيب شوية يمكن نحطهم مع الحشوة يمكن نحطهم على الوش، ما نحطش خالص مش مشكلة اهو. وهسيب بقى ايه تقلبتين وارفع قبل ما الجبنة تتحرق. هو انتوا معاكم تليفون؟ انا ما خدتش بالي انتوا فتحتوا وقفلتوا، بس انا ما سمعتش انتوا قلتوا ايه بصراحه. يا مدام سهام. مدام اميره ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، اتفضلي. انا كنت بسال بس كنت شايفاكي لابسه جوانتي لحد الكوع لونه احمر، فانا دورت على الجوانتي بتاع الحراره. ما اعرفش هو بتاع ايه بس بتاع الفرن. ايوه اللي هو الطويل. ايوه الحراري. حضرتك جايبه منين؟ تقدري تقولي لي ولا؟ مش هقدر اقول لحضرتك، لكن تقدري حضرتك تخشي على الانستجرام ابعتي لي رساله، الانستجرام بتاعي اسمه اميره شنب بالانجليزي. هقدر ارد على حضرتك، انا اسفه جدا مش هقدر ارد على الهوا. اشكرك. بس هما موجودين يعني للمعلومة العامة، يعني هما موجودين في كل المحلات بتاعة أدوات المطبخ أو الهايبر ماركتس، لكن لو ده بالتحديد بس حضرتك ابعتي لي رسالة. أهو بصوا كده، وبعدين هحط بقى هنا تحت واحدة متطبقة علشان تستحمل معايا الحشوة، وهقوم منزلة عليها الحشوة هنا أهي، وافردها كويس جدا، وبعدين هبتدي اقفل عليها. وشفتوا طبعا التكنيك بتاع فرد الورق علشان ده مهم جدا علشان ما هتضرش وعشان اسهل واسرع وعلشان ما فيش اي حشوه تطلع بره وتتلسع من البايركس. اوكي يا مريم، وبعدين نلم كل الاطراف. مريم؟ ازيك يا مريم؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اموري يا مريم اتفضلي.
عايزة أعرف مقادير الدونات. حاضر، استأذنكم يا هبة تنزلوا لنا مقادير الدونتس. مسحة بقى من الزب، شكرا، من الزبدة والزيت كده اهو، بصوا، وادخل الفرن. عايزين تقطعوها قطعوها، عايزين تدوها في نص مدة السوى كوباية صغيرة من اللبن مضروب فيها بيضاية واحدة مع ملح وفلفل علشان تطلع طرية، اوكي. عايزين تعملوها ناشفة كده او يعني كريسبي، ولما تطلع تغطوها فيبقى عندكم نص نص، لا هي كريسبي قوي ولا هي طرية زيادة عن اللزوم زي الفطير، برضو ماشي. ده هيتحدد حسب التكنيك اللي هتسووا بيه. شكرا، الدونتس معاكم على الهوا، للي طلبها يصورها. ندخل بقى هنا الجلاش يا جماعة، مش عجينة نية، الجلاش زيه زي الرقاق، عجينة مستوية. كل اللي مطلوب منها دلوقتي انها تاخد اللون وتديني القرمشة، مش اكتر من كده، فما بتاخدش وقت في الفرن خالص، يمكن من تلت ساعة لنص ساعة في الأفران بتاعة البيت، يمكن أنا عندي هنا تاخد من 10 دقايق لربع ساعة، لأن الأفران بتاعتنا طبعا أقوى وأسرع كتير، وده اللي بيعمل شوية من اللخبطة بيننا وبين الناس في البيوت، إنه أميرة أنت حطيتيها مدة أقل كتير من اللي أنت قلتي عليه. أولا لأنه أنا حتى لو هي مش مستوية قوي زي ما بعض الناس بتتضايق من الموضوع ده، انه الاكل ما لحقش يستوي، طب ادي الاكل وقته، انا عندي وقت محدد جدا اشتغل فيه. الطريقه مظبوطه، المقادير مظبوطه، التكنيك مظبوط، النصايح مظبوطه، انتوا الوقت عندكم اطول. الحاجه الثانيه انه لا، ساعات بتبقى فعلا الحاجه استوت في مده قليله جدا، لان احنا الحاجات عندنا زي المطاعم، انت بتخشي في خلال ربع ساعه تلت ساعه بيكون الطبق نازل، لان التحضيرات معموله، ولان الاجهزه اللي هم بيشتغلوا بيها زي الاجهزه اللي عندنا او عندنا تحت في المطبخ التحضيري قويه جدا، فبتنجز في الوقت جامد قوي. فما تقارنوش بين ده وبين ده، خدوا المعلومات اللي احنا بنقولها يعني بدقة، والنصايح والمقادير بدقة، والموضوع هتطلع عندكم في البيت أحسن ما بتطلع عندنا، مفيش مشكلة خالص. وقتكم إيه؟ طيب يلا هنطلع فاصل ونرجع، لسه عندنا نوعين من الجلاش، استنونا. أهلا بيكم بعد الفاصل. طيب دلوقتي هنعمل ثالث صنف من الجلاش، وهنعمله حلو زي ما اتفقنا، لانه زي ما قلت لكم بيقبل الحادق والحلو. هنعمله بالمهلبيه، انا هعمل المهلبيه وهحشيها على طول، وده للوقت الضيق، وانا بحاول على قد ما اقدر ما استخدمش نسخ زياده عن اللزوم. انتوا في البيت هتعملوا المهلبيه وتسيبوها تهدى شويه، وهتعملوا الشربات وتسيبوه يهدى شويه، يعني هتبداوا بالشربات والمهلبيه وتسيبيهم يبردوا، وبعدين تبداوا تعملوا الصينيه. تمام، علشان نعمل الجلاش اللي بالمهلبيه محتاجه جلاش وزبده وزيت، ادي للطبقات بتاعه الجلاش، وبعدين محتاجه للمهلبيه لبن وسكر حسب الرغبه، الطعم ممكن يبقى فانيليا او حبهان بودره، انا هحط الاثنين، اربع معالق نشا كبار للتر لبن او كيلو اللبن، وهنا لبن حليب سائل. وللصيام هنعمل بزيت بس، وهنعمل بلبن جوز الهند. تمام، جوز هند وفستق ممكن نستخدم حاجة فيهم، وممكن ما نحطش خالص. سكر بودرة للتقديم. الشربات عندي كوباية من السكر عليها كوباية من المية، هيترفع عن النار، ولما يغلوا لمدة 10 دقايق هديهم عصرة ليمون واطفي. عايزين تحطوا له اي منكهات زي لورا، زي حبهان، زي عود قرفة، زي مية زهر، مية ورد، طبعا براحتكم خالص، بس بعد ما تطفوا علشان الطعم ما يروحش. انا حاسة ان الفرن ده يعني حالته شوية مش بعافية شوية اليومين دول كده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لتر لبن حليب او لبن جوز الهند لو احنا صايمين، عليه احنا الزبده اوريدي جاهزه فخلاص مش محتاجينها، عليه سكر حسب الرغبه، حسب ما انتوا بتحبوا الحاجه مسكره ازاي، ودوقوا لو حد لسه بيبدا جديد يدوق. فانيليا
حبهان بودرة، عايزين تحطوا مستكة، عايزين تحطوا قرفة، عايزين تحطوا بشر برتقان، عايزين تحطوا بشر ليمون، حطوا النكهة اللي انتوا عايزينها. وهحط شوية جوز هند، وده زي ما قلنا اختياري برضو. انا كل ده على البارد يا جماعة، اللبن في درجة حرارة الغرفة والحلة في درجة حرارة الغرفة وبعيدة عن النار. وهحط النشا، وبعدين هقوم الاول اضرب كل ده مع بعضه بالويسك لحد ما يختفي خالص النشا، وهقوم رفعاه على النار. يا مدام روحيه، ازيك يا اميره؟ زي حضرتك يا مدام روحيه، عامله ايه؟ ازيك حضرتك، انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه، وانت اكتر كتير. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا بنتي، الحمد لله. الله يسعدك يا رب. تسلم ايدك، تسلمي لي، تسلمي لي يا رب، ربنا يبارك لك. بقول لك الجلاش انت دلوقتي عملتي اللي هو السي فود، كله صيامي. طب ما هو انت هتحطي له كريمه؟ لا ما تحطيش بقى الكريمه يا مدام روحيه ولا الدقيق، ما ده اللي انا قلته. لو هنعمله صيامي هنشيل الدقيق وهنشيل الكريمه، هنعمل التتبيله كده ونرش عليها رشه ليمون بدل الكريمه والدقيق ونحشيها. تمام، لو حطيت لبن اللي هو الكريمر ليه لا، ومعاه شويه شوربه خضار مع معلقه الدقيق طبعا، ينفع جدا. طيب يعني مبيض القهوه على ميه او مرقه خضار، وادوبهم كويس بره، واحط ساعتها معلقه الدقيق وانزل ده على ده، واعمل واتاكد طبعا ان الكريمر يكون نباتي 100% عشان ما يبقاش في حاجه يعني فيها لبس. طيب هنا في اللبن مع النشا مع السكر مع الحبهان البودره والفانيليا وشويه من جوز الهند اهو، وهبتدي اقلب لحد ما يسخن ويتقل. طب الناحيه الثانيه هعمل فيها ايه؟ الناحيه الثانيه هحط فيها كوبايه سكر، من نفس الكوبايه هعاير كوبايه ميه سخنه من الحنفيه براحتكم، مفيش اي مشكله، انا مستسهله هنا ان الميه اللي جنبي بتاعت الكتل مش اكتر. كوبايه الكوبايه هيطلع الشربات تقيل، كوبايه كوباية الكوباية هيطلع الشربات وسط، كوباية لنص كوباية مية هيطلع الشربات تقيل، كوباية لكوباية ونص مية هيطلع الشربات خفيف. حسب ايه؟ حسب احنا بنحب الحاجة سكرها ايه وقوامها ايه، كريسبي ولا طري. وكل ما الشربات يتقل كل ما الحاجة تطلع كريسبي اكتر، ما تطلعش طرية. خلاص يبقى هعيد تاني، كوبايه لكوبايه يبقى الشربات وسط، كوبايه لكوبايه ونص يبقى الشربات خفيف، كوبايه لكوبايه لنص كوبايه ميه يعني نص مقدار السكر يطلع الشربات تقيل. وعصره الليمون هنا لما ده ياخد ويدي مع نفسه، ده لو اداه وخده مع نفسه يعني موضوع صعب جدا. يا محمد، معلش يا محمد كلمني تاني. بدأت تتقل، الحمد لله الحمد لله، اللي يصبر ينول برضو يعني، الصبر مفتاح الفرج. بدأت تتقل، ريحتها بقى حلوة قوي قوي من الحبهان طبعا، حبهان اللي هو الهيل، علشان حبايبي اللي بيتفرجوا عليا من بره، شكرا شكرا حبيبتي. وحبايبي اللي بيتفرجوا عليا من العراق زعلوا قوي يوم ما كنت انا بعمل بقول يعني ان الناس بتتابعنا من بره وكده، ونسيت اقول العراق طبعا، يعني غلطه غير مقصوده تماما، عشان كده ما بحبش اقول اسامي لان اكيد هنسى حد، مش بالقصد والله، كلكم حبايبي وكلكم بتشرف بانكم بتتفرجوا علينا يعني. وكيكه الشوكولاته معاكم على الشاشه، بدات خالص تتقل اهي، بس بما اني انا هستخدمها سخنة لازم اتقلها مظبوط. ليه؟ لاني انا كده كده لو انا هحطها في التلاجة او احطها لبرا سيبها ساعة، النشا لما بيقعد برا بيتقل لوحده، لكن وهو سخن بيبقى اخف شوية، فهنا لازم بقى ايه اتقل سنة زيادة، فهصبر عليها سنة. يا مدام يسر، امورتي الحلوة حبيبتي يا مدام يسر، ازاي حضرتك؟ ازيك يا روحي؟ الحمد لله، الله يسلمك ويرضيك يا رب، الله يخليكي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله في نعمه. زعلانه ليه بقى؟ لا مش زعلانه ولا حاجه، الله يخليكي.
لا احنا بنحس بيك يا اميره. الله يخليك يا رب، تسلموا لي يا رب، تسلموا لي. الله يخليك. شكرا يا مدام يوسف، ربنا يريح قلبك. امين يا رب، انا والناس اجمعين وانتوا كلكم يا رب. اشكرك يا مدام يسرى، اشكرك. بصوا بصوا الفرق، بدات تتقل خالص اهي. شكرا. ارفع بقى من على النار يا محمد. الو، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. اؤمر يا محمد، اتفضل. انا عايز ريت الكيكه المجنونه. حاضر، عينيا. نزلي لنا الكريزي كيك او الكيكه المجنونه بعد اذنك يا استاذه هبه. وطبعا طبعا الكيكه المجنونه ده وقتها الحقيقه، لانها كيكه صيامي نباتي، حساسيه كمان بيض او لبن، فلطيفه قوي يعني للفتره دي بالذات. هبتدي، حطيت هنا الدهنه بتاعه الزبده والزيت، وهبتدي بقى ارص الجلاش بنفس التكنيك. وهنا التكنيك الحقيقه ده مهم جدا، لان انا عندي مهلبيه، شكرا يا هبه، لو طلعت بره الاطراف دي هتلزق وهتنشف وهتبقى مش احلى حاجه خالص. فهحط بنفس التكنيك الورق بتاع الجلاش بالطريقه دي، وبعدين هحط في النص الورق المقطع عشان مش هيفرق معايا، وورقه كده متنيه عشان تمسك معايا الحشوة أو تستحمل الحشوة. وأرجوكوا ما تستخدموش المهلبية سخنة زي ما أنا هعمل، أرجوكوا. حاضر، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حالا أهو احنا خلصنا، وهذا هو المطلوب إثباته بالفعل، لابد. أهو عملنا إيه، خلاص أهو كده. وبعدين هقوم واخدة نفس التكنيك بالظبط، قافلة عليه. خلوا بالكم انكم لو استخدمتوا الشربات سخن هيديكوا نتيجه اللبن والبيضه، هيخلي الجلاش يبقى طري. فلو انتوا حابين تستخدموه بس مش سخن مولع، يعني مش زي البسبوسه مثلا، لكن ممكن تستخدموه دافي او سخن، عشان لو انتوا عايزين الجلاش يطلع طري مع المهلبيه. اديتوا اهو التعفيره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. التعفيرة بتاعت او الدهنة بتاعت الزبدة والزيت، وهدخله على الفرن، وهيقعد مدة اقل من المدة بتاعت الجلاش الحادق، علشان انا مش عايزة المهلبية تتلسع مني. يلا بينا، هطلع فاصل وارجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب الفرن، بس عشان يعني في احتماليه ان الحاجات تطلع لسه ما اخدتش اللون اللي انا عايزاه، فانا بس بوريكم المرحله اللي احنا فيها دلوقتي اهو. وهنزل الطبق تحت علشان اللون من تحت ياخد الدرجه اللي انا عايزاها. بس انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا علشان الامانه في توصيل المعلومه، الجلاش كل ما بياخد وقته في الفرن وياخد اللون يعني على هداوه كده زي ما بيقولوا، زي الرز مثلا، كل ما بيطلع نتيجته احلى وطعمه احلى ومستوي من جوه ومورق زي ما احنا بنقول كده من جوه، وحلو بصراحه. يعني احنا هنا بنشتغل بسرعه عاليه بوقت اقل مضغوط وبدرجة حرارة أعلى علشان ظروف الهواء وظروف التوقيت وكده، لكن أنتوا في البيت الجلاش يتحط على درجة حرارة 180-190 على أقصى تقدير تحت، بس اللي شغال في الأول نص المدة ربع ساعة، وبعدين الربع ساعة التانية ممكن أبتدي أشغل الشواية في آخر مثلا دقيقتين ثلاثة ياخد اللون، لو ما كانش أخده، لأن في أفران يعني من غير ما أشغل فوق هتلاقوا اللون بقى متساوي من كله وبقى حلو، لأنه لما بياخد حرارة متوسطة وياخد وقته بيورق وبيستوي وبيقرمش وبيبقى طعمه أحلى كتير. فعشان بس إيه الأمانة يعني في المعلومة. طيب هنا بقى الشربات هنديله اللي احنا مش هنستخدمه، احنا هنستخدم الشربات البارد. هنديله الايه، اول ما اديله نص الليمونة اسيبه غلوة واحدة واطفي، وبعد كده اديله بقى المنكه اللي انا عايزاه، عود قرفة،
واحدة حبهان، شعرتين من الزعفران، اديله لون لو عايز اديله لون بودرة زعفران او اي لون تاني، اديله بشر برتقان، بشر ليمون، وهكذا يعني ممكن نديله اي حاجة احنا عايزينها. نعم قولولي تفضلوا انا سامعاكم. يا منة نطلع دي فوق بقى. منة يا منة يا منة كلميني تاني يا منة. بشغله بقى من تحت بس عشان خلاص انا خدت الالوان اللي انا عايزاها من الوش. طيب كنت عايزه اقول ايه تاني؟ انا كنت عايزه اقول حاجه مهمه. بس كنت عايزه اقول حاجه مهمه بقى قبل ما راجع. بيجيلي تعليقات كتير جدا جدا ان واحنا بنعمل الكراميل او واحنا بنعمل الشربات السباتولا اللي احنا بنعمل بيها او المعلقه ساحت جواه. طيب ده معناه انها مش سيليكون طبيعي، يعني مش سيليكون مليون في المية، يعني مش سيليكون 100% داخل فيها بلاستيك. يفضل جدا واحنا بنشتغل باي حاجه درجه حرارتها عاليه قوي زياده عن اللزوم زي الشربات او زي الكراميل او اي حاجه فيها سكر محروق ان احنا نستخدم الخشب، لاني ببقى ضامنه واستخدم خشب زي كده، خشب اللي هو تخين محمل شويه، لاني ببقى ضامنه ان هو هيستحمل، لان دي اعلى درجات الحراره، فبلاش تستخدموا حاجه انتم مش ضامنينها. وطبعا لو لا قدر الله حصل ده وساحت جوه الحاجه اللي ساحت دي برميها، والحاجه اللي ساحت جواها برميها، لان ده مش بس تفاعل، ده ساح واندمج معاه، فطبعا خطر جدا. اوكي يلا تعالوا نراجع لحد ما نبتدي نخرج حاجه حاجه من الفرن كده وربنا يسهل لنا الوقت. اول حاجه عملناها مع بعض كانت الجلاش اللي بالفراخ، فعندنا ثوابت زيت او زبده او سمنه، او زيت مع زبده او زيت مع سمنه، متسيحين على النار من غير ما يقدحوا. عندنا لفه جلاش وعرفنا التكنيك اللي بنعمل بيه، وبطلنا باقي الزيت والزبده تحت، فردنا الجلاش، وبعدين لازم ابطن تحت كويس جدا بطبقه محترمه تستحمل الحشوه، ولازم الحشوه تبقى بارده على النار. ماشي هنطلع يلا. على النار حطينا مقدار الفراخ والخضار، وحطينا التوابل، وقلبنا كويس جدا، وبعدين حطيناها في الفرن. عملنا كمان الجلاش اللي بالسي فود اللي لسه هطلعه، بس ده كده اهو اللي بالمهلبيه، وياخد شربات وهو سخن. الله، والشربات ايه؟ بارد. الله، واعمل كده عشان ادخل كده الايه الشربات اوزعه. حلو قوي. وبعدين اقوم جايبه جوز الهند اختياري طبعا، وقوم جايبه الفستق برضو اختياري، وبعدين هطلع اللي بالسي فود. وتعذروني ان هما ما اخدوش اللون اللي احنا محتاجينه او مده السوى اللي احنا منتظرينها. انتوا في البيت عندكم وقت اطول، فطبعا سيبوه وقت اطول زي ما اتفقنا نص ساعه علشان تاخدوا النتيجه المرضيه اللي تديكوا طعم، مش بس حتى شكل مظبوط، لا هتديكوا كمان طعم مظبوط جدا للجلاش. فعملنا الجلاش اللي بالفراخ، وعملنا الجلاش اللي بالسي فود، وعملنا الجلاش اللي بالفراخ، مهلبيه وسي فود وفراخ. افكار لطيفه جدا، ممكن نعمل عزومه كامله سواء كانت صيامي او لا من الجلاش. وطبعا ابدعوا انتوا بقى في الحشوات، يعني اي حشوات تانية، لحمه معصجه، شويه فلفل الوان وجبن، شويه شوكولاته وموز، يعني يطلع منهم طبعا مليون حاجه، كاسترد كمان بيبقى حلو جدا، وهكذا. دي كانت وصفاتنا النهارده، الحلقه كانت مخصصه للجلاش. اتمنى تكون الافكار والوصفات عجبتكم. تابعونا يوميا من 4 ل 5 على الهواء.